سنة وحضراتكم طيبين، بنسعد ان احنا نكون معاكم في اول ايام عيد الفطر. مبارك كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل مننا جميعا صيامنا وقيامنا، ويا رب نكون من عتقائه من النار. كل سنة وانتم طيبين، يا رب ايامكم كلها تبقى اعياد. انا برحب بزميلتي الغالية دعاء عبد المجيد، كل سنة طيبة قلبي. كل سنة وانت طيبة يا منى، كل سنة وكل الأمة الإسلامية كلنا يا رب في احسن حال وبخير، واحنا حظنا حلو، احنا بنبدا معاكم شهر رمضان الكريم، وبنبدا معاكم اول ايام العيد، بدانا معاكم شم النسيم، كل المناسبات الحلوه يا رب دايما كده يكون حظنا في يومنا في حلقتنا. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه، والنهارده فقراتنا انتوا عارفين دايما المناسبات الحلوه عندنا مرتبطه بحاجات كتير، باللبس الحلو، بالاكله الحلوه، باللمه الحلوه كمان. ففقراتنا هتكون تقريبا هي دي موضوعاتها، مش كده ولا ايه؟ بالظبط، انت قلتي كلام مظبوط. احنا فعلا عندنا اول فقره المائده الصحيه في العيد. احنا خارجين من اكل تقيل ومن اكل كتير في رمضان، نحاول نخفف على نفسنا عشان نقضي عيد جميل بسيط. ممكن نفطر كحك، ممكن نعمل كل حاجه، بس كل حاجه بالمعقول جميله. فهنعرف ايه اللي مظبوط واللي نقدر نعمله عشان يبقى عيد سعيد علينا جميعا. المائدة الصحية دي انا شخصيا يعني اتضايقتي مني؟ لا يعني شهية صحية. مروة السبب، مروة اللي عاملة كده. دي في اول 3 ايام العيد ما وعدكيش. انا بقى يعني فطرت، انتم متخيلين طبعا كلنا العيد، يعني الفطار بتاع العيد الصبح، وكوبايه القهوه، فنجان القهوه، الشاي، كل واحد بقى حسب، شاي بلبن ومعاه طبعا بسكوت بنعناع، كم كحكايه. فيعني مش عارفه مائدة بقى الصحية دي انا ما وعدكيتي بقى بتكلم فيها برضو عن العيد. العيد زي ما احنا بنقول بنبقى عايزين نفرح. وعلى فكره منظر الولاد الصغيرين بالذات اللي بيتمسكوا ان هم يكونوا لابسين لبس حلو والوان زاهيه، بيبقى يعني بيبعث على البهجه. زي اللون اللي انت لابساه بيبعث على البهجه اللي انت لابساها. ايوه انا رأيك؟ انا قصدي طبعا بعيد. بهجه عبد المجيد. ماشي منى. فاللبس بيبعث على البهجه احنا عارفين، والمنظر بيبقى جميل جدا في الشوارع، حتى منظر البالونات. يعني احنا شعب بتبسطه ابسط المظاهر، ودي حاجه جميله قوي. لكن من اهم برضو سمات الشعب المصري في العيد، ويا ريت ما يتنزلش عنها ابدا، التزاور. ان احنا فرصة نكرر الاتصال ونعود الاتصال مع اصحاب بقالنا كتير ما شفناهمش او ما كلمناهمش. طبعا التزاور مع الاهل والاصدقاء، والتزاور هنا في كلامي وفي القائي مش بتكلم عنه بصفة عامة، ولكن بتكلم بالتحديد انه هو ليه اصول. بمعنى علشان الزيارة تبقى حلوة ففي اصول، حتى العيدية ليها اصول. ازاي بقى؟ حتى ده في اتيكيت. ايوه في اتيكيت، او بمعنى اخر ليه اصول وقواعد. ده هيكون موضوع لقائي انا، لكن منى عندها لقاء تاني. كوني انيقه الله في العيد، فده اللي هنعرفه النهارده من فقراتنا، واتمنى ان حضرتك تستمتعوا معانا. كل سنه وانتم طيبين. والعروسه في العيد بتبقى لابسه ايه وشكلها ايه وجمالها ايه؟ ربنا يجعل ايامكم كلها اعياد، ويجعل كل البنات والولاد فرحانين وسعداء وعرايس وعرسان. فعلا فعلا ربنا يكتر المناسبات، وحاجه من حاجات العيد الجميله ان بيكتر فيها المناسبات الحلوه، سواء خطوبه افراح، واحنا بقى اللي بنحضر الخطوبات والافراح برضو بنبقى مبسوطين. فكل ايامنا بهجه ان شاء الله وسعاده. بعد ثواني من دلوقتي بنبدا فعليا لقاءاتنا على الهوا معاكم. اول احنا خرجنا من العيد، ربك العالم والستار، عملنا فيه ايه واكلنا فيه ايه، وبين الحلويات وبين الحاجات الكتير اللي احنا كنا بناكلها في العيد، سواء في العزومات او بشكل عام. طيب احنا نعمل ايه بقى في العيد؟ الناس عايزه تفرح وعايزه تاكل كحك وتاكل بيتيفور وبسكوت، تاكل حاجات كتير قوي، او اللي ياكلوا رنجه، ياكلوا سمك، ياكلوا اللي هياكلوه. المهم ان احنا محتاجين تبقى مائده صحيه عشان العيد يعدي علينا بخير، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وبيسعدني ان يكون ضيفتي الكريمه في هذه الفقره الدكتوره شيرين امبابي، اخصائيه التغذيه العلاجيه. منوره وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه يا رب. قولي لي بقى، نصحى الصبح كده يوم العيد، طبعا اللي عمل خلاص بقى، احنا الصبح عدى، نعمل 10 ايام بتعمل مش بس قوي. بالظبط، الناس المفروض تعمل ايه عشان معدتها دي ما تتضايقش؟
يعني ما حرام عليهم اللي احنا بنعمله في معدتنا. دي حقيقة. هو بعد فترات طويلة من الصيام احنا بنصحى اول يوم العيد، وبالذات لما بيكون شم النسيم في العيد، رنجة وكحك والمعدتنا تقعد تدعي يا رب يكونوا نايمين، يا رب يناموا بعد الصلاة. ميكس غريب. هو بس حاجة لطيفة قوي ان احنا يعني ممكن نكمل صيام متقطع شوية، يعني ممكن ما نبدأش على الاكل على طول، ممكن نستنى شوية حتى ندي فرصة لجهازنا الهضمي يستوعب الفرق ما بين ده وما بين ده، يعني عشان ما بين يفهمنا. اي فهمنا بالظبط كده، بالذات في موضوع الحاجات التقيلة زي الكحك او الرنجة او الفسيخ او سمك دسم او حاجات مقلية ما كناش بناكلها في رمضان، الناس كلها كانت بتاكل مقلي او حاجة يعني ما كناش بناكلها في رمضان، لما نبدأ ناكلها نبقى اهدى شوية على معدتنا. تمام. يعني الناس اللي بتبتدي تقول لك كوباية الشاي باللبن الصبح مع طبق كده كحك فيه بتاع 10-15 واحدة كحك كده، ده غلط مش كده؟ غلط. هو افضل ان احنا نفطر، يعني نفطر حاجة فيها بروتين، احيانا ناكل بقى اوملات، ناكل فول، ناكل جبنة، ناكل اكلنا فطرنا. لو مش قادر تقيل عليا مش قادر الكحك الكحك بس هو الافضل، يعني عامة بصفة عامة من الحاجات المهمة قوي احنا بناكل كحك هي ان احنا ما ناكلوش اول حاجة في اليوم. لو اكلت اول حاجة في اليوم حاجة مسكرة، اليوم كله بيبقى عندي شوجر كريفنجز، اليوم كله ببقى عايز بيبقى نهم، عندك نهم شديد جدا للسكر. بالظبط كده، وطول اليوم عايز اكل حاجة مسكرة. بس لو اكلت وجبه فيها نسبه بروتين كويس وبعدين اكلت الكحك بيبقى افضل شويه، افضل لجهازنا الهضمي وافضل لمستوى السكر في الدم وافضل لليوم بقيته، يعني مش هبقى جعان قوي. طيب لو يعني لو احنا مثلا حد يعني مريض سكر مفروض يبتدي ياكل الكحك امتى؟ طب هو في حاجه لطيفه قوي عامه السنه دي ان احنا بقى عندنا اماكن كتير قوي بتعمل كحك صحي، يعني بيستخدم بجد 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 في اسمه كحك صحي. كحك صحي بالذات يعني مثلا هيلثي كوكيز، هو مسميه هيلثي كوكيز. لا لا، في كذا مكان بيعملوا كحك مثلا بدي قمح كامل، في حتى كذا مكان بيعمل كحك كيتو، يعني اللي هو ما بتاع اللي هو النظام الكيتو كيتوجينيك لايف ستايل، ما فيهوش سكر، ما فيهوش سكر ابيض خالص، وده بيبقى اكتر حاجه متناسب لمرضى السكر ان هم ما ياخدوش حاجه عالية الانسولين قوي، وطعمه مش وحش، يعني انا جربته مش وحش خالص. بس الفكره انه خلاص هياكل كحك عادي بقى، مش هيجيب كحك هيلثي او كده، زي ما قلنا لازم وجبه بروتين، لازم كميه قليله قوي. احنا بس عندنا مشكله في موضوع الكميات، ان احنا مش بنقتنع ان قطمه زي 10، لا انا هقعد قدام علبه الكحك. انا بحب الكحك اللي بالعجميه هاخد واحده كحك بالعجميه، بحب البتسيفور هاخد 2 بتسيفور، مش هنحرم نفسنا. اصل الكحكايه قد كده قد كده، دي كحكايه صغننه يعني عارفه سعراتها كثيره ومكوناتها سكر وسمنه كثير. دكتوره شيرين، طيب جميل. احنا يعني زي ما الدكتوره شيرين تفضلت وقالت ان احنا في الفطار ممكن نفطر فطار عادي زي اللي احنا كنا بنعمله قبل رمضان، ان هو حاجه بسيطه جدا ما نبالغش، ممكن ناكل بعديها. طب ناكل الكحك بعديها بقد ايه، بساعتين ولا لا؟ على طول على طول على طول. الدكتور شيرين اميره على طول ناكله على طول، خلينا بالذات في الحاجات المسكره قوي 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 زي حاجه زي الكحك او الدوزيت، لما نلزقه على طول في الوجبه بقى الدنيا تبقى اخف وطئه على مستوى السكر في الدم. تمام خلاص احنا عملنا كده وربنا هو الستار. نيجي بقى على وجبه الغداء، ازاي تبقى المائده فعلا صحيه، وخصوصا لو في بعض الناس عشان شم النسيم كان في رمضان فما اكلوش لا فسيخ ولا رنجه، الناس بقى اللي هتبتدي تاكل فسيخ ورنجه او تاكل اسماك زي الشيف لطيف اللي عامله لنا النهارده اسماك، نعمل ايه؟ طيب اسماك دي حاجه لطيفه جدا، يعني انا كان نفسي حتى الناس في رمضان تاكل سمك، كان عارفه انه صعب، بيقول ان هو بيعطش وكده، بس هو بيعطش. لا والله ده السمك ده جميل حتى في رمضان او غير رمضان، التنميله هي اللي بتبقى بتعطش شويه، بس السمك نفسه ما فيهوش مشكله، فالسمك ما عندناش فيه مشكله، هناكل سمك سنجاري او زي المعمول ومع رز مع سلطه اكلنا العادي. الرنجة والفسيخ عندنا معاهم شوية مشاكل، بناكلهم بس برضو بشوية ايه احتياط كده. ايه بقى الاحتياط اللي احنا المفروض نعمله؟ طيب اول حاجة طبعا لازم يكون من مصدر كويس، بالذات الفسيخ لان هو ده اللي هو يعني نتجنب اي مشاكل والناس تتعب منه جدا بالذات لو مصدره وحش. تاني حاجة هو ان احنا، ودي حاجة بتاعي احنا كمصريين كلنا بنعملها، طبق حلو كده مليان خضار، جرجير، خس، فلفل الوان، خيار، طماطم، البصل، الحاجات دي هتقلل جدا جدا فكره ان احنا ممكن نحبس ميه من الرنجه او من الفسيخ. تمام. تالت واهم حاجه كميه العيش تبقى قليله شويه، هو الرنجه والفسيخ نفسهم مشكلة مش سعراتهم كتيره بس ملحهم كتير وبناكل معاهم عيش كتير. بالظبط كده. فاحنا بس نقنن كميه العيش، وعشان نقنن كميه العيش ممكن نبدا بالخضار، يعني ممكن اقعد اكل جرجير وخس الاول على ما احضر او قبل اول ما اقعد على السفره، او ازود كميه الخضار اللي باكلها، يعني عايش في دور ارنب الاول. مش ارنب مش ارنب قوي بس كميه بسيطه، يعني بس لو اخذنا ورقيات الخضار في ميزه لطيفه جدا، في حاجه اسمها كالوريك دنس، سعراته قليله جدا وبيملى المعده، فلو اكلته هيهدي لي شويه من الكميه اللي انا باكلها. تمام
حلو قوي. طيب دلوقتي لو انا عشان الرنجه حضرتك قلتي الفسيخ ان انا تبقى من مصدر كويس، لكن المفروض هل ننقعه في زيت، نحط عليه ليمون كتير، نعمل ايه عشان برضو نقلل السايد افكت بتاعه؟ هي الحمضيات بتقلل شويه فعلا من الافكت بتاع ان هو لو في مشكله او حاجه، بس هو الفكره كلها في طريقه تخزينه لما بيتعمل. يعني اما السم البوتوليزم او اللي هو التسمم اللي بيجي بسبب الفسيخ ده بيكتسب في طريقه عمله، او مش معمول مظبوط، او ما كانش مقفول كويس وهو بيتحضر. هي دي الحاجات اللي بتسبب. الحمضيات بتقلل طبعا، بس هو كده كان الناس كلها بتاكل ليمون كتير مع الفسيخ بالزبط. فمش دايما بيساعد في الحالات اللي زي دي. الرنجة تشم النار ولا ما تشمش النار، ولا نحطها في فرن، ولا نعمل فيها ايه؟ مش عارفة قوي، بس ممكن بتهيألي لما تستوي هتبقى احسن. لو سخنت شوية هتبقى احسن شوية على الـ على الـ يعني طلع في مشكلة ان لما هي بتشم النار بتعمل بتاع ده غاز سام اكتر، او بيبقى فيها بكتيريا يعني سامة اكتر، فمفروض ان هي تبقى محطوطة في الفرن لان افضل نقلل ده. عامة بس برضو دي حاجة لطيفة انه الطبخ على دايركت هيت على نار، عامة حتى العيش اللي احنا بنحبه كمصريين نقمره. طبعا تقصد ايوه بالظبط. الطريقه دي لقوا ان هي من اكتر حاجات المسببات لسرطان او على المدى البعيد، بالذات لو اكلنا الحاجات السوداء او كده. فهو عامه الطبخ على دايركت هيت او على نار مباشره هي دي بتبقى مشكله ايا كان نوع الاكل. يعني حتى اللحم، يعني حتى في دلوقتي اقاويل ان الشوي مش دايما بيبقى احسن حاجه للاكل. احسن حاجه نعمله في الفرن، وبرده نوع الحاجه اللي بطبخ فيها بتفرق قوي برده على صحه الحاجه اكيد. طيب احنا اكلنا الحمد لله اهو، ربنا عدها على خير. نحلي بقى، نحلي كحك على طول. احنا حلينا كحك الصبح. لا معلش حضرتك، ده كحك الفطار حاجه، والكحك اللي بعد بقى كوبايه الشاي بعد الغداء ده حاجه ثانيه. هي دي مشكله. احنا هنحاول نخلي كحك مره، يعني حتى لو هيبقى كل يوم هنخليه مره في اليوم. الدكتوره شيرين بتقول على عهدتها، انا ماليش دعوه. معلش هنحاول نخليه مره يا بعد الفطار يا بعد الغداء، وزي ما قلنا تبقى كميه معقوله، واحده اتنين كميه معقوله، عشان اقدر على الاقل يومين ثلاثه بتوع عيد اكل. احنا اصلا مش ناقصين حلويات، احنا طالعين واكلين كنافه وبسبوسه وكنافه بالمانجا وكنافه مش عارفه بايه وكده. وشوكولاتات، يعني كنافه بالشوكولاته. وبعدين ناس كانت بتتفنن ازاي الكنافه تتخن، يعني بالظبط كده. بالظبط كده. فبرضه يعني احنا مش ناقصين حلويات، بس خايف كميه بسيطه بعد الفطار او بعد الغداء، حتى لو عدناها كذا يوم في العيد. هل حضرتك بتنصحي ان يبقى الرجيم ابتديه مباشره من اول العيد عشان انقذ ما يمكن انقاذه، ولا استنى العيد وما اضحكش على نفسي وخليه بعد 3 ايام العيد؟ هو العيد الفطر بالذات لطيف ان احنا نبدا بدري، لان احنا اوريدي مش وحشنا حاجه قوي من الاكل. يعني ما احناش اللي هو ده موسم اللحمه، احنا بس دوبك على الكحك، ولو جبنا في البيت كميه قليله مش هنفتح فيه في الاكل. فالسهل قوي ان انا التزم بدري. الناس بتبقى طالعه مش طايقه الاكل، ده عايز تاكل حاجات خفيفه، مش عايزه تاكل حتى لحوم كتير، عايز تاكل فول، عايز تاكل بيض، عايز تاكل عجه. يعني دايما في ناس بتحب في العيد تخفف الدنيا شويه. فالطف نبدا ينوي ندي نفسنا بريك اول يوم، ونقول من ثاني يوم نلحق بس بنبتدي ازاي؟ يعني عشان برضو ما ابتديهوش يعمل اجهاد على المعده او اجهاد على الجسم، نبتدي ازاي؟ والميه هنا دورها ايه في الرجيم؟ الميه ليها دور مهم جدا جدا، خلينا نتكلم عليه بعد ما نبتدي ازاي. لما بكون عايزه اعمل رجيم، يعني ببدا وانا مش عايزه التزم قوي قوي بحاجه ستريكت او حاجه لازم اعملها صعبه او كده، ممكن ابدا بخطوات بسيطه. ممكن اول حاجه احط التارجت بتاعي، احط الهدف بتاعي عشان ابقى فاهم انا عايزه اعمل ايه. لازم ابقى يعني واقعي، مش انا طول رمضان تخنت 5 6 كيلو واجي اقول انا عايزه اخس. انا خسيت في رمضان. كل في ناس بتخس. انا خسيت في رمضان. لا يعني مش المفروض ان انا اخلص بقى ده كله واجي اقول انا في الثلاث اسابيع اللي قبل الصيف او اللي في الشهر بتاع انا محتاجه اخس 12 كيلو. لا خلينا واقعيين. البني ادم الطبيعي بيخس من 2 ل 6 كيلو في الشهر بطريقه صحيه. فنحط هدف واضح وصريح وابتدي اشتغل عليه. اشتغل عليه اول حاجه ان انا يعني في دراسات كتير قوي اتعملت، اهم حاجه ممكن نعملها ان احنا ناخد معظم سعراتنا بالنهار قبل الساعه 3. يعني اخلي كل اكلي بالنهار. لقوا ان دي اكتر ناس بتخس واكتر ناس ما بتتخنش، اللي بيخلوا وجباتهم الرئيسيه قبل الساعه 3. فدي ممكن حاجه بسيطه قوي نعملها، ما بتبقاش صعبه علينا احنا كمصريين. اكيد سهله ان احنا ناكل بالنهار. تاني حاجه هي ان انا ابتدي ابقى اكتف شويه او حركتي اكتر شويه. عرفت والله اتمرن في البيت على فيديو ولا على حاجه كان بيها، ارقص هيبقى حاجه لطيفه. لو مش قادر اعمل رياضه قوي ممكن على الاقل اتمشى شويه، اركن العربيه بعيد، اركن اخد مواصلات من بعيد، اطلع على السلم مش الاسانسير. كلها حاجات بسيطه تبتدي تزود لي الاكتيفيتي ليفل بتاعي. ايه راي حضرتك في اللي يبقى حاطط طبق كحك قد كده ويقول لك انا بشربه مع شاي اخضر عشان اخس؟ بص الدكتوره شيرين ضحكت، والله العظيم احنا بنعمل كده. انا بتكلم ده لسان حالنا كلنا.
لا هو شاي يعني أخضر. الشاي اخضر او ارنوت يعني، لا يعني الكحك سعرات زياده داخله يعني، مع الشاي الاخضر مش هيحوق ولا هيعمل ده بيعمل حاجه بس الشاي الاخضر مش وحش يعني. في دراسات كتير على اعشاب كتير، بس هو مضاد للاكسده، فبيقولوا انه فكره ان هو مضاد للاكسده دي تساعد جسمنا انه يحرق احسن. بس يحرق ايه قدام صينيه؟ هيحرق ايه ولا ايه؟ ايوه بالظبط. الحوار مع حضرتك جميل، اتمنى لحضرتك عيد جميل ولاسرتك كل سنه وحضرتك طيبه. انا بشكر ضيفتي الكريمه الدكتوره شيرين.